مرحبا كلاريسا، مرحبا لوكاس، كيفكن؟ نعم. لوكاس، فيك تخبرنا شو صار بآخر نهار كنت فيه بالمدرسة؟ آخر نهار بلا تقويس وكل الناس صاروا خايفين وظهرونا من الصفوف وقعدونا على الأرض بعيد من شبابيك لما يجي شي علينا. انت خفت كمان؟ كنت خايف مثلك مثل الكل، مثل الأساتذة وكنت إيه. عارف شو عم بيصير ولا ما عرفت اول شيء؟ لا ما أعرف ما أعرف كلاريسا، انت شو كنت عم بتشوفي؟ شو كنت عم تسمعي؟ كنا عم نسمع أقواس. أنا ما كنت بالصف، صفي شباكه بيطل على وين كان في مزارع، بس إنه لوكلي ما كنت بالصف، وكان في كتير أقواس وورا بعض أكيد عالم مفنكة وعالم عم تبكي وأساتذة ضايعين. وانت شو عملت بهيدا الوقت؟ أنا بوقتها كنت ما كتير انفعلت، يعني ضليت قوية. وقتها وصلت على البيت بلشت أبكي، ظهرتهم كلهم. إيه كنت أكيد إنه كتير خيفانة، وخيفانة على أهلي وإخواتي على حالي. شو كنت عم بتفكري بهيدا الوقت كلاريسا؟ أول شيء كنت مفكرة إنه خلص شيء قصتي 5 دقايق وراح يمرقوا، بس بعدين صرنا مطولين ومخبيين، وصرت حاسة إنه لا الوضع جد كتير. و إيه كنت عتلاهم على الكل. خفت انه اهلك ما يقدروا يوصلوا ياخذوكم من المدرسة؟ كنت عم تسألي عن خيك؟ أهلي وصلوا أخذوني، وكنت أنا عارفة رح يوصلوا لأنه بي أساساً كان بالمدرسة عنده اجتماع. أنا من أول الناس أنا من أول الناس اللي فلوا يعني. وإيه طيب لوكاس، شو طلبت منكم المعلمة بس صرتوا تسمعوا كل هالأصوات والتكسير حواليكم؟ شو قالت لكم؟ طلبت منا إنه كل الناس اللي قاعدين عند الشبابيك يزيحوا ونضلنا واطيين نحن ما عم نمشي لهونيك، لأنه نحن صفنا دغري حدو في كتير شبابيك. شو قلت له ليسوع بهيدا الوقت لما أنت كنت خايف؟ قلت له يا يسوع إنه يحمي كل الناس اللي بخطر واللي عم يحبوا، لأنه عم بفكروا كل الناس اللي عم بحبوهم يمكن يموتوا. وشو قلت له عن بيك؟ إنه يحميه لأنه هو كان محل شوي مفتوح. كنت خايف على بيك انت كمان، كنت عم تفكر فيه. لما فليتوا من إيه. المدرسة واجا ولدكم اخذكم من المدرسة، شو شفتوا؟ طلعتوا على الطريق ولا كان ما بدكم تشوفوا؟ لا ما مرقنا من حدهم، مرقنا من طريق بعيد، ما مرقنا كثير قليل. وكيف كان الوقت لوصلتوا على البيت؟ كنتوا خايفين ولا؟ لا عم نسمع أقواس قوي، ودغري طلعنا على البيت أخذنا تيابنا وطلعنا على الضيعة. فليتوا من بيروت. إيه طيب انتوا كنتوا موجودين بالمكان اللي صار فيه الشبكات وبالمكان اللي كان فيه خطر، وشفتوا انه في ناس كانت عم بتقوص، شو بتقولوا اليوم لكل حدا كان عم بيعمل اشياء مش منيحه على الطريق وكان عم بكسر البيوت وكان يمكن حامل سلاح وعمل اشياء انتم ما بتحبوها ولا بتحبوا تعيشوها، شو بتقولوا لهم؟ أنا كنت قلت له إنه الله بس بيسامحك إذا وقفت تعمل هول الأشياء. حلو، مزبوط، الرب يسوع دايما ناطرنا ليسامحنا، صح؟ كلاريسا، شو كنت بتقولي لهم؟ شو بتقولي لكل حدا يمكن عم ينزع أو عم بشوه صورة بيروت اللي أنت بتحبيها؟ يكبروا نتفه وعارفين حالهم في مدرسة وفي أولاد وفي عالم بالخطر، ما حتى أولاد إنه حد بيوته هيك. وشو بتقولي لهم كمان؟ السلاح لوين بوصل؟ للحرب، لأشياء ما عبالنا نعيشها، لشيء مش حلو. حماسين ترجعوا على المدرسة أو بتقولوا هلأ أونلاين أحلى؟
لا منروح، ما عندنا مشكلة إذا عارفين إنه ما رح يرجع هيك منروح. كتير منيح. شو بتصلوا هلأ اليوم؟ نحن بهيدي الحلقة عم نصلي كمان للبنان وعم نطلب من يسوع يحمي لبنان. شو بتطلبوا انتو من يسوع؟ شو بتصلوا له كرمال لبنان وكرمال أطفال لبنان؟ إنه يحميهم ويعني للفقراء اللي أهلهم ماتوا يعطيهم أكل ومي. كلاريسا، شو بتصلي؟ شو بتطلبي من يسوع اليوم؟ أكيد يحمي لبنان ويحمي العالم اللي عايشين بلبنان ويخلصنا من هالوضع لبنان يرجع مثل ما كان. آمين. إن شاء الله بيرجع لبنان مثل ما كان وأحلى كمان. كلاريسا ولوكاس، ميرسي لكم، ميرسي انه شاركتوا معنا وخبرتونا اللي عشتوه بكل شجاعة وقوة. بعرف يمكن هذا النهار كان كتير صعب عليكم وعلى كتير من تلاميذ مدارس بيروت. شكرا لكم.